أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن معارض إكسبو وعبر مسيرتها التاريخية حققت العديد من النجاحات التي أكسبتها الأهمية التي وصلت إليها اليوم لتصبح تجمعا عالميا وحدثا كبيرا يستقطب كافة دول العالم تحت مظلة واحدة لعرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وعرض الأفكار والابتكارات الجديدة، مشيرا إلى ما تمثله هذه المعارض من فرصة استثنائية لاستكشاف الحلول المبتكرة التي تعزز مسارات التنمية المستدامة. وأشاد سموه بالمستوى والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولة الإمارات الشقيقة في مختلف المجالات والنجاح الذي حققته في استضافة وتنظيم معرض إكسبو 2020 وما تخلل المعرض من فعاليات إبداعية، معربا عن تمنياته للإمارات بالتوفيق في تحقيق أهداف المعرض طوال مدة استضافته في دبي. جاء ذلك لدى حضور سمو حفظه الله اليوم بإمارة دبي فعالية اليوم الوطني في جناح مملكة البحرين بمعرض إكسبو 2020، والذي انطلق من ساحة الوصل بقلب المعرض يرافقه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اطلع سموه على تفاصيل جناح البحرين الوطني وبرنامجه المصاحب وما يقدمه من أنشطة ودورها في جذب الاهتمام للفرص الواعدة التي تقدمها مملكة البحرين في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، وأشاد بالجهود الحثيثة التي قامت بها هيئة البحرين للثقافة والآثار في هذا الجناح. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة التي قامت بها هيئة البحرين للثقافة والآثار في هذا الجناح الذي يمثل مملكة البحرين في هذا المعرض العالمي وما يعكسه من عروض ثقافية وأعمال جسدتها الحرف اليدوية البحرينية الأصيلة وما عكسه المعرض من صور للتراث العريق لمملكة البحرين، منوها بفعالية اليوم الوطني التي أقيمت بالتزامن مع قرب أعياد مملكة البحرين الوطنية وما شهدته هذه الفعالية من افتتاح لمعرض اللؤلؤ البحريني والحضور والتفاعل من قبل الجميع.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة دوما على المشاركة الفاعلة في كافة المحافل الدولية بما يرفد مساعي التنمية ويحقق النماء والازدهار للمنطقة والعالم أجمع، لافتا إلى أن المملكة تواصل العمل على خططها وبرامجها سعيا للوصول للأهداف المنشودة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا لأبنائها. بعدها زار سموه الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث كان في استقباله معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب مفوض عام جناح دولة الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي. واطلع سموه على الجناح الذي يعرض قصة دولة الإمارات وقيمها والأصالة والانفتاح والتفاؤل والمرونة، وذلك عبر عدد من الأقسام، مشيدا بما شهده من عمل يعكس الأصالة والطموح للدولة الشقيقة، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح. وتوجهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والمفوض العام لجناح مملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي بجزيل الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول للثقافة في البحرين، كما وشكرت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتفضله بحضور احتفالات اليوم الوطني البحريني في إكسبو 2020 دبي، مثمنا رعايته الدائمة لكافة الإنجازات الحضارية والثقافية التي تحققها البحرين، وهو ما يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي واعد للتطور الاقتصادي ومشاريع التنمية المستدامة، معربة معاليها عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وللقائمين على إكسبو دبي للمجهود الجبار المبذول من أجل الاستضافة العالمية وتسهيل اللقاء الإنساني الذي يعكس عراقة وانفتاح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت معاليها أن مشاركة البحرين الوطنية عبر جناحها الكثافة تنسج الفرص هو ثمرة العمل المتواصل من أجل تحقيق مشاركة ناجحة في هذا المحفل العالمي العريق ترويجا لمقومات البحرين الإنسانية والحضارية.